مرحبا بكم مرة أخرى. ما حبيناش اليوم نفوه حصتنا دون عدم الحديث على قضية الفتاة المغتصبة ولو لبعض الدقائق مع المحامية والأستاذة آمنة الزهروني. مساء الخير ومرحبا بك. دونك باش نحكيو على طبعا قضية في الحقيقة عرفت معنا متابعة كبيرة من طرف وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني، فتاة تونسية دونك المغتصبة من طرف أعوان الأمن اليوم النطق بالحكم، وأنت تو ظهري جيتنا من المحكمة ديريكتومون، لو كان تعطينا آخر المستجدات في هذا الشأن أستاذة. أنتم كنتوا استضفتوني نهار 9 ديسمبر زاد نهار اللي نهار من النهارات اللي صارت فيهم المحاكمة جلسة بالجلسات، ما تقدمتش برشا القضية هذه باعتبار اللي احنا كدفاع نتاع القائمة بالحق الشخصي تمسكنا بمجموعة من الطلبات الشكلية والأحكام التحضيرية تمثل في سماع الخبيرة مثلا إلى غير ذلك. المحكمة للأسف ما استجابتش من الوقت هذاك حتى إلى اليوم، واليوم حتى المرافعات نتاعنا تمثلت أساسا في الطلبات الشكلية هذه، وحتى محامي ما ترافع في الأصل. المحكمة شهدت صحيح وما استجابتش للطلبات نتاعنا، محامين نتاع المتهمين رافعوا عليهم، مشات القضية هي تو بصدد المفاوضة ونستناو احنا في التصريح بالحكم. تقريبا قبل ما نعطي الكلمة لسفيان أو جمال، دونك نقرا هنا في متابعة لهذه القضية فتحي العيوني، دونك محامي عن المتهمين شو يقول: المتضررة تعرضت إلى الاعتداء الجنسي منذ طفولتها والاختبار أثبت تعودها أو تعودها، هذا صحيح ولا لا؟ والله شوف انا ما نعرفش علي منين نجيب المعلومات هذيا. سامحني استاذ نقص عليك معناتها حتى وكان بالفعل هي هكاك معناتها باهي داكور، اهل من حقهم باش يخلصوها اذا كان معناتها تبت الاغتصاب، هذا ما يبررش الاغتصاب لو ان كانت شريره هذه للاسف من حقهم باش يخلصوها. شوف للاسف معناها فما بعض المحامين يشوفوا اتجاهات اخلاقويه في المرافعات نتاعهم. احنا بصدد معناها متابعه جريمه وقع استعمال فيها اعوان الدوله، استعملوا المؤسسات نتاع الدوله والادوات نتاع الدوله باش يقوموا باغتصاب مواطنه، وقع تغطيه وتبرير الجريمه هذه من قبل الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه، وقع توجيه تهمه لها هي من قبل قاضي التحقيق المجاهره عمدا بفحش. معناها شوف انت العنف اللي تسلط عليها البنيه هذه من وقت اللي وقع الاعتداء عليها من قبل مؤسسه الدوله. البنيه هذه في الليله هذيك بعد الساعه نتاع الصباح حتى الخمسه نتاع الصباح دارت على 5 مراكز شرطه وثلاثه مستشفيات باش خذوا لها محضر وباش نجمت معناها يبدا عندها اكسي للصحه. معناها شوف الدوله كيفاش لا بريز ان شارج والعنف المسلط المؤسسات مقبل، ومن بعد معناها نلقاو الحق لرواحنا ك معناها فاعلين وكعارفين بالقانون وكل باش نقدموا تبريرات اخلاقويه للجريمه هذه. معناها حاجه تخرج العبد من عقله، مش معقول هذه حاجه مش معقوله، هذه تدخل في نطاق الحريه شخصيه، يعني كل واحد وبدنه حر في بدنه، هذه معناها ما ندخلوش فيها. اون بليس هو تبرير كيما الناطق الرسمي لوزاره الداخليه برر، كيما قاضي التحقيق معناها ما قبلش واعتبرها هي استاذه في كلمه قبل ما نعطي كلمه لجمال وسفيان. دونك اللي نفهم من كلامك وانه القضيه غير جاهزه للفصل. غير جاهزه للفصل. ياسين حاب نذكر حاجه، انت قلت مؤسسات الدوله كلها تحركت باش توقف القضيه، معناتها باش تخرج القضيه، علاش مرتين معاهم في الموضوع هذا؟ مو كل واحد قام بفعل يتحمل مسؤوليته. رئيس البنك الدولي سيدي خويا تعرفوا قصته، الناس الكل تعرف قصته، معناتها الفرنساوي اللي تم ايقافه في نيويورك، جاف معناتها تم ايقافه وتم متابعته وتم ملاحقته، ما فتشوش على تاريخ المراه اللي يحاول باش يغتصبها واللي يحاول باش يعتدي عليها، ما فتشوش في تاريخ، يناقشوا في القضيه قضيه الحال كما يقال، يناقشوا في قضيه الحال، شنو هي قضيه في تاريخها؟ مش عقليه متاع المجتمع، راهو عقليه متاع المجتمع. سامحني مش عقليه محامي، خرجت من دارها موجوده في نص الليل في فضاء عام، معناها تستاهل شنو اللي جرى لها؟ هذا هو راهو العقلية. هذا هو في اللاوعي الجمعي تاعنا احنا، هذا ترهيب للنساء تاعنا، الشيء هذا ترهيب للنساء نتاعنا. في عود المحامي سامحني فيه، محامي بين ظفرين، في عود يناقش الاصل نتاع القضيه المطروحه قدامه، يناقش في تاريخها، شو مذكرك بتاريخها انت؟ سفيان هو وصل هذه القضيه راهي مهمه جدا، مهمه فاش؟ في انه من ناحيه انه فما مواطنه تعرضت للاغتصاب من طرف
أعوان استعملوا أدوات الدولة وظيفتهم وتحت مباشرة العمل لاغتصابها وترهيبها وترويحها، هذا ثابت. لكن في الإيجابي أيضا هو أنه رئيس مركز الشرطة هو اللي وقفهم، أذن بإيقافهم حالا. بمعنى أنه اليوم عندنا تيرايما ما بين عقلية داخل وزارة الداخلية زالت تحب تمشي بالأساليب القديمة، الأساليب القديمة، وبين شكون يحب يسبح، وناس اللي كانوا موجودين ممكن كانوش يتحركوا، أما اليوم ولات عندهم إمكانية باش أنه اطلعنا. التبرير، محاولات تبرير هذه الجريمة البشعة ما تليقش بمحامي، لأنه المحامي ينطلق ديما من ثوابت وهي ثوابت حقوق الإنسان، وهذا مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان. ثم أنه فما مبدأ بسيط اللي هو كل واحد حر في بدنه، كل واحد، وحتى لو أنه كانت وهي ما هيش في هذه الحالة، حتى لو كانت مومس ما عندكش حق اغتصابه. هو شو يقول لك مش التجاهر في الفضاء؟ لا 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 في القانون ممنوع الزوج يغتصب زوجته، فما جريمة اغتصب في رش الزوج. القانون التونسي مازال ما خمسش الاغتصاب، احنا قانون مدام أمنة أو أستاذة أمنة الزهريني. دونك اللي فهمته زاد من كلامك وأنه باش يتم النطق بالحكم بعد شوية ظهري، ولو أنه فما بعض النقائص في هذا في هذه القضية، لأنه تقولوا أنه هذه القضية غير جاهزة للفصل. دونك شنو باش يصير؟ والله انا شنو ينجم يصير؟ شنو معناها انا ليه انا متصوره اللي هي المحكمه ماهيش باش تنظر معناها المره، خاطر احنا عاودنا قدمناهم الطلبات الشكليه نتاعنا، اذا نتصور اللي هي باش تد معناها باش تجي فيهم وماهيش باش تمشي معاهم، وباش يقع تصريح بالحكم، وحسب ما نفهم نحو الادانه معناها. إدانة تعاون الأمن العام. وانتم تقبلوا بالإدانة مهما كانت؟ لا، احنا شوف هي الـ التهمة الموجهة اليوم هي ولا تستنى ولا العقاب هي الإعدام. راه احنا كناشين في المجتمع المدني كحقوقيين معناها ضد العقوبة هذه وضد إلغائها معناها. شو العقوبة اللي ترضيكم؟ خلينا نختموا أستاذة. نعم والله بالنسبة لنا احنا عقوبة قاسية ما توصلش حق حد الإعدام. لا في كل الحالات، في كل الحالات. شكرا لك أستاذة أمنة الزهروني، ولو أنه الوقت ضيق شوي ولكن حبينا نأخذه على المباشر معك آخر التفاصيل في هذه القضية، قضية الفتاة المغتصبة، وأكيد إن شاء الله جماله أنه نرى بعد صدور الحكم. موقع يعطيك الصحة لحضورك، جبناك في زربة شوية. سفيان يعطيك الصحة، جمال كيف. نحن هكا نوصلوا إلى ختام برنامجنا تونسنا اليوم، الموعد يتجدد غدوة، ولكن طبعا عندكم موعد مع الأخبار مع الزميلة حنان الغربي، وتبقوا مع مجموعة من الحصص الأخرى في صريط الليلة على قناة تونسنا. من نذكر فقط وأنه غدوة إن شاء الله موعدنا تونسنا اليوم، ولكن زادنا عنا موعدنا مع 90 دقيقة في 9 متاع ليس. بحال خير وفي أمان الله.